السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم من نور، لأنها من النور سبحانه وتعالى، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فهو مؤيد بكل كلمة من الله سبحانه وتعالى. مشكلة الوصايا في الحياة أنها تبقى في أماكنها ولا تحمل للحياة، فإذا أردت أن تكون وصايا النبي صلى الله عليه وسلم نورا في حياتك، احملها معك في كل موقف وفي كل لحظة، فأنت على نور. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل قد قدم محمد صلى الله عليه وسلم، وتنادى الناس لمشاهدته والسلام عليه، كان من بين هؤلاء الناس أحد الصحابة وهو عبد الله بن سلام. سمع هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم ورواها، فقال: كان أول ما سمعت منه أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام: عندما نظرت لوجه هذا الرجل عرفت أنه ليس بكاذب، وعندما سمعت لكلامه تيقنت أنه نبي. ونحن نعلم أن يهود المدينة كانوا يعلمون بمقدم نبي، وأن هذا الزمان هو زمان هذا النبي، لكنهم لم يؤمنوا به، لم يقبلوا به، لأنه ليس من يهود. أما عبد الله بن سلام فقد شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام عندما أدرك أن هذا الوجه لا ينطق صاحبه بأي كذب. وقد زكى الله سبحانه وتعالى هذا الصحابي عندما قال: وشهد شاهد من بني إسرائيل، فكانت هذه زكاة لهذا الصحابي رضي الله عنه. نعود لتلك الوصية: يا أيها الناس، والكلام للجميع، وأنتم تعلمون أن المدينة في ذلك الوقت كانت فيها الملل والأديان، كان فيها اليهودي، وكان فيها النصراني، وكان فيها المسلم، وهكذا. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان للجميع: أيها الناس. ماذا طلب منهم عليه الصلاة والسلام؟ قال: أولا أفشوا السلام، هذه أول الوصايا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمجمل وصاياه وبغيره تظهر معجزة من معجزاته، ألا وهي جوامع الكلم. محمد صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أي أنه يعبر بالكلمات القليلة عن المعاني الكبيرة، وهذا ليس لأحد إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الناظر لهذه الوصية والتي تبدأ بإفشاء السلام، ثم إطعام الطعام، ثم صلة الأرحام، ثم صلاة الليل، الناظر لهذه الوصية يجد فيها الشيء الكثير، فهي تطلب أشياء معنوية وتطلب أشياء مادية، وهكذا تقوم حياة البشر. وهو إذ يؤسس في المدينة لحياة تكاملية لابد وأن يشير لهذه الأمور على السواء. أفشوا السلام، ما المقصود بإفشاء السلام؟ أن ننشر السلام. تحية المسلمين بما تتضمنه من معاني هي سلام، إفشاء السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إفشاء السلام من أسباب التآلف، بل من أعظم أسباب التآلف أن يلقي الإنسان التحية الطيبة على من عرف وعلى
من لم يعرف، بل إنها وسيلة لاستجلاب المودة من الآخرين، وسيلة لبداية تعرف مع الآخرين. نشر السلام، الإكثار من السلام شيء مطلوب في كل زمان، وفي هذا الزمان على الأخص هو مطلوب أكثر. لماذا؟ لأنك تمر من أمام أناس كثر، وأحيانا تعرف البعض منهم ولا يلقون التحية، يمرون من أمامك لا يلقون عليك التحية، وكأنهم يخسرون شيئا. أنت تعلم أنه لا خصومة بينك وبينهم، لا خلاف بينك وبينهم، لما هذا البخل؟ لذلك إذا عدنا لهذا الدين وجدنا أن الله سبحانه وتعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطر هذا الأمر، جعل له إطارا وجعل له قوانين، مع أنه شيء بسيط إلقاء تحية، لكنه لم يتركه لمزاجية الشخص ولا لحالته النفسية. إن كان سعيدا ألقى التحية، وإن لم يكن أعرض عن الناس. الأمر ليس بهذه البساطة، لذلك قال صلى الله عليه وسلم أنه يسلم الصغير على الكبير، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. هذه قوانين، أدبيات في إلقاء التحية، كما قلنا، حتى لا تضيع بين مزاجيتي ومزاجية الطرف الآخر. وحتى في لحظات الخلاف قال صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، لأنه في لحظات الخلاف النفوس مغلقة، وكل واحد من الطرفين لا يريد أن يبادر، لكن الله جعل لك أجرا على ذلك، ووصفك بصفة الخيرية. خير الأطلاف من يبادر بالتحية. نعم، يلقي التحية. أحيانا نقول: وإذا ألقيناها لم يردوا. ما عليك، هم لم يردوا، الله سبحانه وتعالى يرد. أنت الآن في حالة رد الله عليك هو الجائزة، هو المكافأة، بينما في الأيام العادية في الظروف الطبيعية هم من يردون. لذلك أفشوا السلام بينكم. السلام اسم من أسماء الله الحسنى، تخيلوا أن هذا الاسم موضوع في تحيتنا، تحية مختلفة عن كل التحايا، اسم من أسماء الله الحسنى الجميلة موجود في هذه التحية. فأنت عندما تلقي التحية وكأنك تدعو لهم. تحية الإسلام دعاء، وأنت تعلم أنك إن رددت التحية كاملة فلك الأجر الكامل، وإن رددتها بمنتصفها لك نصف الأجر، وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نعم، أولا أدلكم على شيء، إن فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. نحن في هذا الزمان كثيرا ما نستمع لمتحدثين، لمدربين، لمختصين يتحدثوا عن طرق السلام الاجتماعي، وكيف ننشر المودة بين الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم سبق بذلك وعلمنا، والأمر بسيط، لا يحتاج لقراءة كتب ولا يحتاج لأي شيء، بالذات موضوع السلام. إذن بادر بالسلام، قدم التحية كاملة، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، ثم لو زدت على هذه التحية ما أحببت من كلمات طيبة فلا عليك، وإن من واجب الآخر أن يرد هذه التحية بمثلها وأحسن منها. الجزء الثاني من هذه الوصية: وأطعموا الطعام. إذن أفشوا السلام وأطعموا الطعام. بدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم بشيء حبيب للنفوس، شيء معنوي لا يكلف الكثير، ثم ثنى بأمر آخر لا تقوم الحياة إلا به،
أطعم الطعام. الله سبحانه وتعالى يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. الله سبحانه وتعالى يمتدح هذا العطاء وهو إطعام الطعام. الأصل في المسلم أن يتلمس حاجات الناس، وخصوصا من يعرفهم، فليس كل باب أغلق على أهله هم في نعيم. في كثير من الأحيان أبسط الأشياء ليست متوفرة، وهذا أكثر في هذا الزمان. في السابق كانت الناس تقول: لا أحد ينام بدون عشاء. الآن في هذا الظرف الصعب الذي نمر به، كثر من ينامون بلا عشاء، ولكننا لا نتفقدهم، وأحيانا لا نعلم عنهم شيئا، ولكن الذي يسأل يدله الله سبحانه وتعالى عليهم. الأمر يستحق البحث. لماذا؟ من أجلك أنت أولا. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين العباد. أنت المستفيد الأول، وإن كنت تزرع البسمة وتؤدي الحاجة وتقيم الأود، وإن كنت تفعل هذا، لكنك أنت المستفيد بالدرجة الأولى. إطعام الطعام غير أنه طعام في حد ذاته، لكنه يدخل السرور على هذه الأسرة، على هذا الشخص. وأنت تعلم، وأنت تعلمين، أن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كيف هذا السرور؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، إلى آخر هذه الأشياء. والمتاح هو المطلوب منك. لقمة مباركة، كما يقولون: كل مشروك مبروك. نعم، طعام الواحد يكفي الاثنين، لأن الواحد إذا جلس لوحده أكل إلى ما لا نهاية. إذا شعر أو أدرك أو علم أن هناك معه أحد أو نصف الطعام لأحد، كان سد الجوع عنده بمقدار هذا النصف. أنت إن أشركت أحدا في طعامك بارك الله سبحانه وتعالى فيه. لذلك الله سبحانه وتعالى يربي هذه اللقمة كما يربي الواحد منكم مهره أو فصيله، حتى لا تصبح مثل جبل أحد، لقمة واحدة. لا تستقل القليل، لأن الحرمان أقل بكثير. البعض منا يقول: أنا لا أعطي لأنه لا أملك الكثير، لأنه هذا الأمر يعني لا يعطى. لا يعطى، والآن في هذا الزمن بالذات كل شيء يعطى. المهم أن يكون الإخراج لطيفا، أن تغلف هذه الصدقة بالحب وليس بالاستعلاء، أن تشعر أنها ذاهبة لإنسان وليس لجماد، وفوق ذلك أن تتذكر أنها ذاهبة لله. لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهذه عائشة رضي الله عنها ماذا كانت تفعل؟ كانت عائشة تعطر الدرهم، لأنها تعلم أنه يقع في يد الله سبحانه وتعالى. لقمة مغلفة بغلاف الرحمة والاحترام. وأفضل هذه اللقم ما كان خفياً خالصاً سخياً. لابد من ذلك. لقمة بعيدة عن المن، فأنت إنما تعطيه لا تريد منه جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله. فلا تشترط عليه أن يدعو لك أو أن يذكرك بخير، إياك، وإلا أصبح هذا الأمر مقابل هذا العطاء. وأنت إن أعطيت من المتيسر مهما كان قليلا فهو جيد، لكنك إن تعمدت أن تعطيه خيرا وقصدت ذلك فهذا هو الأجود.
المؤمن دائما يبحث عن الأفضل، لأنه يعلم أن هذه الأمور لله، ولا يليق في جناب الله أن تكون منقوصة أو مشوبة. في هذا الزمان والناظر لحال الأمة والمجتمعات، واجتمعنا بشكل خاص، يرى أن الحاجة أصبحت تضطر الناس لأمور وأعمال لم يكونوا ليفعلوها قبل ذلك. ولو أدرك كل واحد منا أن له دور لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. يقول علي كرم الله وجهه: ما مد فقير يده إلا لأن غني أمسك يده. نعم، هذا الفقر نتيجة هذا الشح والبخل والأثرة والأنانية. ولفتة أخرى في إطعام الطعام: البعض يظن أن إطعام الطعام إنما هو للفقير والمسكين والأسير، وهذه المعلومة ليست دقيقة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم جاره. إن الإطعام شيء ونوع من أنواع الإكرام، لذلك حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحقرن يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. مهما كان هذا الأمر، حتى لو الجارة ليست محتاجة، الطعام يصلح أن يكون هدية. ونحن نتذكر في صغرنا كيف كان الناس، وبالذات في ليالي رمضان، ليالي العيد، يتهادون الأطباق المغطاة، فيها شيء قليل، قد تكون حبات بسيطة، قد تكون لقم، لكنهم أحبوها لك في ذلك الوقت، وأرادوا أن يدخلوا السرور على قلبك بها. حبذا لو عدنا لهذه السنة بين الجيران، وإن لم يكن محتاجاً، هي هدية إذا أرسلتها بطبق جميل، إذا سبقتها برسالة بسيطة، سيصل وسيقع هذا الطبق في القلب كأجمل هدية. إنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل منا أن نعود فنحييها ثانية. وربما كانت شيء من الفاكهة، مثلا بواكير الثمر، إن كنت تملك شجرة، بستانا، حديقة فيها شيء يؤكل، فحبذا لو أهديت الجارة أو الصاحب باكورة ثمر، شيء جميل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يهدى باكورة الثمر وهو جالس بين أصحابه، فماذا كان يفعل به؟ كان يقبله ويقول: هذا حديث عهد بربه. يقبله ثم يعطيه لأصغر الحاضرين. لماذا؟ لأن هذا الصغير أيضا قريب عهد بربه. فما أجمل أن نعود لعاداتنا الجميلة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام. هذه الوصية العظيمة لا بد وأن ننظر لها نظرة متأنية، خاصة ونحن في وقت أصبح الناس يؤدون حقوق البعيد، بل وحقوق المعارف والزملاء العابرين، وهم في ذات الوقت يقصرون أو لا يعرفون حقوق الأقرب فالأقرب. بعض الناس إن حدثتهم عن صلة الأرحام يقولون: تعرضنا منهم للإساءة والأذى ولا نريد أن نحتك بهم ثانية. حاول، جرب، لعل المرة القادمة تكون أفضل. حاولنا، جربنا، والنتيجة أنهم
لا يردون ولا يشكرون ولا يتجاوبون. وطبعا إنسان هذا العصر يعتقد أنه هذا الكلام الذي يقوله كلام جديد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر بصلة الأرحام كان يتحدث عن مجتمع ملائكي، وهذا الكلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن هذا الأمر وارد، والرسول صلى الله عليه وسلم يذكرنا فيه أن القريب أو الرحم قد تصدر منه إساءة، قد يصدر منه ظلم، قد يعرض عنك تماما، ألا وهو القريب الكاشح كما ورد في النص، يعني المدبر المولي. هذا الأمر موجود، ولست أنت وحدك من يمر بهذه الأمور. ما دامت الناس بينها مصالح مشتركة، ما دامت الناس تحتك ببعض يوميا، ما دامت الشياطين جوالة، ما دمنا نصغي لنفس الجن والإنس، فطبيعي جدا أن يحدث مثل هذا. المؤمن الحق تظهر الأخلاق الطيبة منه في الأزمات. أما في الرخاء من الطبيعي أن نكون على خلق طيب وحسن، إن كانوا لا يؤذوني، إن كانوا يقدروني، إن كانوا يؤدون الواجب، إن كانوا يسألون علي وأنا أفعل مثل ذلك، لا مشكلة، التواصل قائم والرحم موصولة. الوصية جاءت في حال إدبار الرحم، في حال وجود مشاحنة، في حال وجود مشكلة. إذن هذا الأمر وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر إليك، لكنك من يكسب في النهاية إذا حرصت عليها. أبو بكر الصديق كان ينفق على أحد أقاربه الفقراء، وهذا القريب خاض في عرض من؟ في عرض أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك، ولم تمنعه القرابة ولا الصلة ولا إحسان الصديق له أن يسكت في مثل هذا الموقف، فما كان من الصديق رضي الله عنه إلا أن غضب وأقسم ألا ينفق عليه. وبعد أن تنزلت براءة السيدة عائشة عاتب الله سبحانه وتعالى هذا الصديق، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال بلى والله نحب، وعاد عن يمينه وعاد للإنفاق على هذا الصحابي. صلة الرحم أشكال وألوان ودرجات ومراحل، وأنت فيها مخير إلى حد ما طبعا، المهم أن تنفي عن نفسك القطيعة، والمهم أن لا تصدر الإساءة منك، هذه أمور جدا مهمة وأنت تتعامل مع أقربائك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح الذي يأتي بالسوء إليك. صدقة، صدقة ليست كلمة طيبة وليس إلقاء تحية، إنما هي صدقة، ونحن إن أردنا أن نتصدق نبحث عن الشخص المناسب لهذا الأمر، الرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا عليه، إن كان لك فقير محتاج، حتى وإن كان كاشحا، حتى وإن كان مدبريا موليا مسيئا، فهو هو له الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة على ذي الرحم بابين من الأجر، أنها صدقة وأنها صلة، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. من أنواع الصلة أيضا الزيارة، من أنواع الصلة الدعاء في ظهر الغيب، إن كان لك قريب عنده ظرف، قريب لا يحسن التواصل، لو دعوت له في ظهر الليل بصدق، في ظهر الغيب بصدق، لقبلك الله وربما أقبل عليك بعد إعراض. من الصلة التغافل عن الزلات،
نحن أحيانا إن أحببنا شخصا نتغافل عنه، لكن القريب لا نتغافل عن تقصيره. التغافل عن الزلات اعتبرها صلة واحتسبها لوجه الله سبحانه وتعالى. التغافل عن التقصير في حقك اعتبرها صلة لوجه الله سبحانه وتعالى. إن من الصلة أن تدل على الخير، عرفت أمرا فيه خير فتواصلت مع أحد الأقرباء من باب أن تدله على هذا الأمر، أنت بذلك وصلته، دللته على أمر فيه خير، دللته على طبيب ماهر، دللته على بضاعة جيدة، دللته على مدرسة، هذا نوع من أنواع الصلة. ثم من أنواع الصلة أن تتواصى مع أقربائك المقربين إليك ببر أحد الأقارب. ما رأيكم لو نذهب لزيارة فلان؟ فلان بالمستشفى، ما رأيكم لو زرناه؟ فلان عنده ابن عنده مشكلة، ما رأيكم لو فعلنا له هذا الأمر؟ إن استجابوا لك بها ونعمت، وإن لم يستجيبوا فلك الأجر، لكنها نوع من أنواع الصلة. الناس يعني تجعل الصلة محصورة في الزيارة والهدية، أبدا، كل ما هو متعارف عليه في هذا المجتمع أنه صلة هو من باب الصلة عند الله سبحانه وتعالى. تذكر أيضا أن الله سبحانه وتعالى يبسط لك في رزقك وعمرك وحتى الذكر. الإنسان دائما يقول واجعل لي لسان ذكر في الآخرين. الله سبحانه وتعالى يجعل لنا هذه الأجور، البركة في العمر، البركة في الرزق وفي الأثر والذكر الحسن نتيجة صلة الرحم، لأن هذه الرحم موصولة بالعرش، شجنة من العرش، لذلك من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. من أنواع الصلة حل النزاعات بينهم إن استطعت وكان لك كلمة عند البعض منهم. من أنواع الصلة الرسالة للبعيد. من أنواع الصلة التوصية على أحد الأقرباء لشخص أنت تعرفه. كل هذه الأشكال التي لا حصر لها ولا عد هي من أنواع الصلة، فلا تنسى. وآخر وصية، آخر جزء في الوصية على فضله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله في النهاية، وهو أن تصلي في الليل والناس نيام، وصلاة الليل وفضل الليل وشرف الليل والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى بالليل واستنطار الرحمات وثلث الليل الأخير، كل ذلك نعرفه وتحدثنا عنه طويلا، لكن انظر للحكمة أن هذا الأمر على فضله جعل في آخر الوصايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بسلام، بحسن النية وحسن العمل وحسن الإقبال.